وفي إطار توجيهات الوزارة في الأيام الأخيرة بضرورة تحقيق الأمن الفعال وتواجد الأمن الفعال على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية، وقامت أثناء قيام حملة بمناطق الريست اليوم أو بمناطق كيلو 106 للقادم من إسكندرية اتجاه القاهرة، تصادف قدوم سيارة رحلات الأليوبية 26 راكب لم تمتثل لإشارة رجل المرور متوقف ودخلت على الحملة بسرعة مسرعة جدا. في مطبات موجودة في المنطقة دي، وقع بعض الذخيرة من العربية، كانوا مدين هيتوني مقابل 5000 جنيه، ورحت معاهم مطروح، خدوا العربية حطوا الحاجة وجيت، أنا جبت العربية وجيت لوحدي، وكمان ضرتني وقفت. قمت انا والسيد الرائد طارق بلينين بتتبعه ومتدرجته. الحاجه دي كانت موجوده اصلا على ايه، متربطه على شاسيه الميني باص من تحت وعلى الاستبن، ولما شفنا الطلقات وقعت على الارض تتبعناه وتم متردته، والحمد لله تم ضبطه. وهي عربيه قاف الف جيم 2681 رحلات اليوبيه قياده سعيد رضوان. الكميات المضبوطه من الذخيره والبنادق الالي، تبين وجود 12 بندقيه الي وواحده قناصه واربع رشاشات هيكلر، وحوالي ما يقرب من 13000 طلقه تقريبا كده. واحنا بنعمل في اطار سياسه الوزاره، وان شاء الله الحمد لله يعني احنا مزودين الاكمنه وهنفضل على طول مستمرين، لان ده واجب علينا. ان اي واحد بيتشاف رخصته او كده ده بيأمنه قبل ما بيأمن اي حد. لا انا مبسوط ان الشارع مظبوط والناس كلها رايحه وجايه وكده، حتى بقى في امان، وربنا قويهم على هم بيعملوا والله العظيم بجد.